ذاكروا شيء يا أولاد. حد لو نفسي ذاكر يا أخي ليه راح يتحرم من القعدة معك. اسمعوا يا أولاد، أنتوا مش صغيرين، الدنيا كده، الناس تتقابل وتتفارق. أنتوا فاكرين إني حنساكم؟ ده مستحيل. كل ما هلاقي عندي وقت لازم اجي ازوركم. امتى بس؟ الجمعه الجايه يا حبيبتي. ذاكروا بقى، ان كنتوا بتحبوني صحيح تذاكروا، لازم تذاكروا عشان بابا يفرح بيكم. بلاش مذاكره الليله، خلينا نقعد نتكلم معاك عشان نودعك. يا سلام يا حسن، على العموم انا مش هسافر الا لما بابا يجي. خليك يا ابنو، يلا بقى نذاكر بقى. من حق يا ابنو يتعقبوا الليل والنهار، يتعقبوا ليه؟ يعني يجوا ورا بعض. الله، أما نحن، الله، بابا. الحمد لله على السلامة، أنا. إزيك يا زوزة دلوقتي؟ الحمد لله، لولا أبلة وداد كنت مات. إزيك يا بابا؟ إزيك يا أولاد؟ نمتين أبلة وداد ما نامتش، عشان تدي الدواء والحقن لزينة. كنا بنقول لها نامي وإحنا نطفى ما ترضاش. الله، دي بكرة الصبح قبل وديت حتفه وتسيبه. والنبي والنبي يا بابا ما تخليهاش تسافر. والنبي والنبي والنبي. طيب طيب طيب، استريح انت دلوقتي. يا رب خلي بابا يحب قبل وديت والنبي يا رب. ويخليها تقعد معانا على طول. انا اسفة دخلت بيتك في غيابك، انما الحكاية. ايوه انا عرفت من الناس. أنا متشكر جدا على عنايتك يا بنتي. أنا كنت هسافر الصبح لو أمكن دلوقتي. يا سلام، وإحنا الحياة الدرجة دي؟ لا في مواصلات ولا ركن ضهر. أنت تريح في مطرحك وأنا هروح الأوضة دي. أحضر لحضرتك العشاء. بس هنتقابل معاك؟ لا أبدا، العشاء جاهز حالا. خلاص، هتسافر بكرة الصبح وتسيبه. أنا كنت فاكر بابا هيقولها اقعدي معانا. يا رب، أنا طلبت منك وترجيتك. مش ممكن تسيبنا. بتدوري على حاجة عمتي تتحيا؟ ازيك يا حسين؟ فين أبوك؟ عايزة حاجة تتحيا؟ ما أنت يا أخي قلت مساء الخير وطلعت جري، مش تحاول تنسي على عمتك؟ كنت عايزة أطمن على عيانة قبل. لا الحمد لله كويسة أوي، كل شوية بنطل عليها، ولو إن الست ما بتديناش شرق حلو. اتفضلي معانا يا ست فتحيه. يزيد فضلك يا حبيبتي. يو الاكل ما هو جاهز تحت. يلا يا عيال، يلا يا سي احمد. احنا بقالنا ثلاث ايام بناكل هنا عماتي فتحيه. عادي عادي كلي معانا. انت كمان هتاكل هنا؟ ايوه. هي تسحر لك زي ما سحرت العيال؟ زي سحرت العيال؟ ايوه. امال ايه ده كله؟ ايوه فتحيه، الست ضيفه وماشيه الصبح. اما اروح اطمن على زين. يلا يا اولاد اتفضلوا. حاضر. هتاكلي؟ حاضر. زينب الحمد لله بقت كويسه خالص، لا محتاجه لا الدواء ولا حقن ولا الممرضه. ايه برضه بتاكلوا هنا؟ انتوا حرين، نفسوا بالخير. يسعد مساكي. أنا سمعت بقالك ثلاث أيام بتاكل هنا. مين اللي كان بيصرف؟ أم عمر. وأبلة هي اللي بتطبخ وبتغسل وبتنفض البيت. وكانت بتدي زينب الدواء كمان. خش يا بابا. طيب طيب بس كل. بدي تفضلي تتعشي معانا. لما عشي زينب. إيه ما تاكل؟ ناكل إزاي وأبلة هتسيبنا؟ ما تعيطيش يا زوز. عشان خاطري. انت مسافره الصبح والنبي يا ابله ما تسافريش. والنبي والنبي يا ابله حبيبتي. انا لسه عيانه. مش انت قلتي مش هتسافري الا لما اخف؟ ايوه يا رب ما اخفش.